السلام عليكم. اليوم جيت لكم فكرة غزالة، حلوى بدون فرن أو لارولي بدون جينواز بشكل جديد كيشهي، مع غناش الشوكولاتة البيضاء وقهوة سريعة الذوبان بدون جيلاتين ومكوناتها في كل بيت. نتمنى الفكرة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في الطبقة الأولى اللي هي البسكوي، غادي نحتاجو 200 غرام ديال البسكوي عادي، البسكوي اللي كتخدمو بيه مطحون 200 غرام، عندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو و دانيت شوكولا. نبداو مع ربعة كاسيون ناخدو البسكوي، غادي نديرو الكاكاو و غادي نجمعو دانيت. العجين ديالنا هي هذه، دابا صيبناها. غادي نحتاجو معاها الكيك اللي سبقينا وحضرناه، شفنا الفيديو ديالها في الحلقه اللي فاتت. في الفيديو اللي فات غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. وغادي نحتاجو لا كريم شونتي اللي طلعتها. اول حاجه غادي ناخذ هذا الكيك هذه سبقينا وحضرناها، غادي نقطعها بهذا المقطع هذا ديال القلب. غادي ناخذ الكيك وغادي نقطعها غادي نبقى هذا على هذا الشكل حتى نوصل القياس اللي انا غادي ندير في الغولي. دابا غادي ندوز باش غادي نلصقهم. هاد لي جوج هادو ما ترميوهمش حيت مازال غادي نستعملوهم في العلقه اللي ماجيه. ما عليكم غير تشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ديال القناه ديالي. غادي نحيد هاد الشيء هذا، نرجعوا للكليبات ديالنا. انا غادي نلصق كل قلب مع بالكاناش حيت كيعجبني المذاق ديالو. تقدر تلصقو غير بالبطانيط. بحال هكا القليبات اللي كملناهم في التصايب درتهم في الكونجيلاتور باش يجمدو باش نقدرو نتحكمو فيهم من بعد. هما دابا راه جبتهم من الكونجيلاتور. العجين ديال الصافي اللي صايبنا راه رققتها بالمدلك ما بين جوج ديال البلاستيك وقديتها من الجناب غير بالموس، وبقيت كنزيد يعني تقديت الكيس اللي انا باغا واللي غادي يجيني فيه هاد السيكار هادا. دونك انا غادي نبدا دابايا غادي ندير لاكريم فريش، عفوا لا كريم شونتي. غادي ندير هاد جولو لي درت تبتو الكريمة اللي بقات لي غادي نديرها فوق منه بحال غادي نقاد الدائرة ديالو باش يجيني ضايع حيتاش انا نستعملها هنايا بشوية. دابا غادي نحاول نلويه غير بشوية غادي نغرف مزيان بالسلوفان ونرجع المجمد. تقبط لي ديك الطبقة ديال الكريمة
غادي نديرو بحال هكا في المجمد حتى تقبض ليا ديك الطبقه ديال الكريمه ونرجعو من بعد باش نكملو التزيين من الوجه ديال الرولي. غادي نحتاج الكراش اللي باش غادي نغطي الرولي 125 غرام من الشوكولا بلو، نص كاس ديال الحليب اولا الكريمه، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وهذا نقدر نحتاجو نقدر ما نحتاجوش، الملون غبره في الذهبي، وهذا نقدر نحتاجو نقدر لا، المهم على حسب. غادي ناخد الكاسرونة، غادي نسخن الحليب، الحليب من بعد ما سخنتو غادي ندوب هاد الكافي، غادي ندوب فيه هاد الشكلات، الكراج ديالنا ها هو مازال باقي دافي، نعاود ليكم المذاق ديالو مع القهوة. هنا نشوفو القوام ديال الكراج ملي كيكون بارد، ملي كيبرد كيجي هاكا. هنا الا بغينا نزيدو غير اختياري نزيدو هذا الملون كيعطينا غير داك البريه من الفوق، ملي كنزيدوه فوق ملي كنغرفو به الرولي كيعطينا واحد البريون زوينه. المهم دابا غادي ندفي شويه فوق العافيه باش ما يبقاش بحال هكا عاقد، غير ندفيه ما يكونش عاوتاني جاري بزاف نحطو في الرولي ويهبط لينا. نقدر نصايبو عاوتاني كميه ويبقى عندنا في الثلاجه. غادي ناخدو الرولي وغادي نكبو عليه هاد الكراش، هذا نحدو باقي دافي، الرولي ديالنا في شكله النهائي من بعد ما زينتو. التزيين يبقى على حسب الذوق، وهكا نكونو سالينا الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، ونتلاقاو الحلقه الماجيه ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد ديالنا.